السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استركت يا راجع لكم مقطع يا عيال، راجع لكم شيء جديد مرة جديد، يعني أول مرة أسويه في القناة. بإذن الله إنه يكون سلسلة ناجحة وراكم متابعين، بعدها إن شاء الله بتصير وشو كومنتات متابعين، أقرأ الكومنتات، كومنتات هذه القديمة، عاد نبدأ نتفنن يا عيال في السلسلة. فبإذن الله تعجبكم، لا تحرمنا بلايك شير سبسكرايب، وأتمنى يا عيال تدعمون الشتاية. يا زود مشتركين انزل هنا، يزود مشتركين يطيح ثلاثة يا ولد ايش فيه. بالنسبة يا لعبة ستري اللي منظر لعبة ستري، بإذن الله إني بسجلها إن شاء الله يا الحلقة القادمة أو اللي بعدها. ففاز اللي هو التصويت، اللي سوينا التصويت زي ما تشوفون الآن، فاز التصويت اللي هو اسمه عبسي. عبسي ابشربي عبسي والله ما طلبتوا شيء. باذن الله بتعجبكم الحلقه، تحملنا من لايك شير سبسكرايب، تشاركونا في كل مكان، تشاركون قناتي في كل مكان. خليكم على الحلقه يا وحش. سلام. طيب يا زي ما تشوفون سالت المتابعين، قلت براسي فكره مقطع مواقف متابعين، اللي بيشارك يكتب مواقف حصلت معه. اول تجربه المقطع زي كذا، شدوا يا جماعه ربكم الجنه، اعطوني رايكم على الفكره الجديده. الناس بعضهم ايدوا الفكره وكل شارك، ما في الا 11% هنا قال ما راح اشارك كذا، انا ما ادري ايش بيه، ما ادري ايش عنده، ان شاء الله غير رايه عقب ما يشوف المقطع هاي. طيب يا 89% قالوا لي بشربي نفداك. الله عيوني فيكم يا شيخ، اقسم بالاطرق متابعي. طيب يا عيال نخش مع اول موقف لمتابع هذا، يقول مره ما زلت اتذكرها، قبل يوم عرفه كنت راح اصوم، كان بيصوم الرجال، بيت النية، وصلت لاني في ايش؟ ايه يقول وصلت شكله، يقول لحد قومني يعني عشان يتسحب، قلت لها كمان ما تنسى، ثم نمت فجاه اسمع جدتي تقول قم بسرعه، انهض، وقال انهض لكن قم يا اخي انا ما اعرف انطق اللغه العربيه هذه الفصحى. الاذان اذن، يقول فق يا الله يا سعود ذكرى زين، يقول قمت مفزوع اكل واشرب اي شيء امامي، لا تتوقع انه ما يمدي اذا اذن الظاهر انك ما تاكل او انه ما ادري اللي يعرف يكتب في الكومنتات انه يمدي ولا ما يمدي، يقول اكل اي شيء واشرب اي شيء قدامي، وبالصدفه اكلت اكل اخوي فصارت معركه كبيره. يا سعود انا ما داني احد ياكل اكلي، يمين بالله يا عيال يا الله تحول سيام من هنا. حلو، الله يعطيك العافيه على المشاركه وكل المشاركين الله يعطيكم العافيه. يقول هنا المشاركه الثانيه، كنت جالس اصب بالقهوه للرجال، حلو والرجال المعنى، فجاه يطيح الفنجان وفي قوات، اوح شكل الفنجان ذا عرفت اللي يكون مطرز من تحت عيال هو خلاص ما بقول ايش صار، شكله خبط على رجل واحد ولا جاء شيء. هذا الموقف اللي بعده، يقول اكثر موقف حصل لي هو انك سويت فكره فيديو قادم مواقف متابعين. الله وانا ما ادري وش اكتب، صار لي 10 دقائق يا ساتر، يعني اكتب اي شيء لا تنحرجون، اي شيء كذا اكتب اي شيء، مو معقوله طول حياتك ما صار لك مواقف. يقول صار لي 10 دقائق افكر بموقف حصل لي ما قدرت الموت. طيب مين مشكله ان شاء الله المقطع الجاي. هذا يقول مره في الابتدائي كان المدرس يشرح وقال اكس وقلت اكس ولا او. المهم جلدتني على الدب الخايس. والله لو اني من المدرس صراحه انا اوديك مكتب الوكيل، يقول تفاهم معي صراحه. هذا يقول اكثر موقف محرج حصل لي، والله هذا موقف محرج. يقول لما كان عمري 11 سنه، حلو، رحت السوق انا وابوي، الله يحفظه ويطول بعمره ويرحم جميع موتانا وموت المسلمين، والتقي والتقى يعني قابل ابوه صديقي وسلم عليه، قال لي ابوي تعرف من ذا؟ والمشكله اول مره اشوفه ما ادري عنه اي شيء، لهيك بقت ساقط. لهيك بقت ساقط وحزنت، بقت سكت. يا رب اني اقرا زين، يا ساتر الفشيله ما داري الموقف هاي صراحه المحرجه. طيب هذا يقول، يقول في يوم من الايام كنت صغير عمري 7 ومتعود اقعد من النوم الساعه 8 الصبح، يمين بالله اطلق قومه الصبح يا عيال، فاهلي قالوا لي اجيب خبز من المخبز القريب، فلما رحت قعدت انتظر دوري، وبينما كنت انتظر لقيت واحد معطيني ظهره، فانا شفته من ورا وقلت هذا عمي ولا انا اتوهم، فقلت والله حقكم بدي اشتغل وقتي، فقلت ليش ما اسلم عليه؟ وقلت السلام عليكم عمو، هو التفت علي وقالوا عليكم السلام عمو ايش تبين؟ لما التفت عليه عرفت انه مو عمي وطلع واحد غريب، فحاولت اسوي شيء، قلت له ما في شيء شكرا، واخذت الخبز ورجعت البيت. يعني بالعافيه الخبز، ولا تعودين مره ثانيه الحركات، انا كل شوي طالع في الكاميرا عيال عشان ما تطفق، اقسم بالله اني والله لو تشوفون كيف حاط مراوي عيال ورا عشان اشوف الوقت، عشان اذا جاء بنتي التسجيل ارجع اسجل من جديد، عرفت كيف؟ والله معاناة خلوها على الله. هذا يقول مره جيت اخذ جوالي من الشاحن ولقيته مفصول ومشبوك فيه جوال ابوي، الموت ما تقدر تسوي شيء هنا، ما تقدر تسوي شيء، وما كنت اعرف انه حق ابوي، وقلت بصوت عالي مين الكلب اللي مين الكلب اللي فصله ويجي ابوي بفصله سلمني الكف. يا الله صداع اقسم بالله شديد. هذا يقول السلام عليكم سعود، هذه قصه يوم كنت في رابع. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول يوم من الايام كان علينا حصه نشاط، انا كنت صافي اوكي صافي، انا كنت صف رابع جيم وودونا الفصل الرابع دار، المهم جلسونا على الارض لين انتهت الحصه، واختك كلها كانت جالسه على رجلها اللي هي انا. ايه شو بدك يا زلمه، شو فيني انا قلبت كذا. للمعلوميه كانت في واحده في الفصل عندها مشكله في رجلها فكانت تعرج. يا الله الله يشفيها ويعافيها. خلصت الحصه وقمنا، الله لا يوريك الالم اللي جاء في رجلي، وقمت اعرج والاستاذ الزفت تحسبني اتنمر على البنت.
لا الموقف والله مواقف وصخة كذا بايخة صدق وقلدها وكذا أعطتني أحلى وأجمل مخمص في ظهري. يا رجال تقول يا دانس عوذ بالله هذه أبلة ولا رجال ذا مسوي إنه هربة ما القوضيه ليش وطبعا في ظهري وبس هذه هي قصتي. الله يعطيكم العافية على المشاركة. هذا يقول أول شيء كنت ألعب براول هذه لعبة براول أنا ما أعرفها بس إنها لعبة كلين لعبها صراحة إلا أنا أتوقع. طيب فصل التسجيل نرجع يقول أول شيء كنت ألعب براول مع أخوي جات شيلي كانت مكمبرة وضربتنا ألو شيء ترى هذه في براول أنا ما أعرف وضربتنا سوبر والله تشيلي هذا شكله سوبر يعني فيه شيء طاقة قوية أو إنه زبدة إنه شيء جيجي الله يرحم غداره والله الله يعطيك العافية على المشاركة. هذا يقول مرة كنت بالمدرسة كنت قاعد أرسم إنمي لأن الحصة فراغ وما جت أي مدرسة تأخذنا درس فقلت لصديقتي لو تاكو وشو تاكو ذا بعد هذا حق إنمي ما إنمي ترى ماني بفهم أنا ما أعرف اللي دراغون بول تقول لي دراغ أقول لك تقول لي إنمي أقول لك دراغون بول بس هذا اللي أعرفه مسمى بس إني طالعت منه شوي بس والله حلقات واجد عيال كيف طالعون ذا كله وين تقول خويتها لتاكو إيش رأيك نرسم الإنمي الخاص فينا يعني ودهم يسووا خلاص بدون يرسمون إنمي خاص لهم. هي بالبداية قالت يا أختي أنا حتى عيال اللي فاي ما أقدر أرسم تبيني أخترع شخصية جديدة أرسمها والله يا ساتر طب إن شاء الله حدكم هذا جاك كذا من قوة الفراغ اللي بتخترع شيء جديد. فقلت أوكي بعدين بنت قدامنا كانت جالسة قالت تبيني أساعدك بالإنمي حقك وأنا ما أدري كنت هبل قلت لها أنت أصلاً تعرفين ترسمين والله السؤال زدك عطول تزبد طيب يمكن إنها تعرف ترسم قالت إيه أقدر أرسم أحسن منك أصلاً وصار في هوشة يا اللي قلبت عيال من كلام عادي لهواش وكل واحدة تجيب رد عجيب وغريب إلا إنها بالنهاية تذكرت إنه هي صديقتي بالابتدائية من 3 سنوات وتركت الهوشة وبديت أتذكرها إنه هي صديق إيه يا لشي سلسل هنود تركت الهوشة وبديت أتذكرها إن إحنا صديقات إيش بجمل مثل يا نور إيه مثل يا نور اللي كثير ما شفتك بجمل جمل مين انتو يا قرزين شي بجمل مثل يا نور اللي كثير ما شفتك ومدري ايش الله يخليكم لبعض ولا يفرقكم وهي فشلتني قدام البنات وقالت من وانتي قلت لها فشلتيني والله لا يفشلك وبعدين ذكرتني ورجعنا اصحاب كانه ما صار شيء. المشكله تصير مواقف زي هذه البايخه عادي يعني عليه. هذا يقول مره هذه ما راح انساها كنت في دار جدتي في بيت جدتهم وفجاه امي قالت راح اروح منزل الجاره حتى يعني بتسواليف وعلوم تعرفون انتم كل يسيرون على بعض العصر ها سولف معها بعدين راحت عيال انا قاعد اقول الكلام مو بفصحى يعني اقول فصحى يعني مبهبت وفي ذلك الوقت نسيت السبب بس تخاصمت انا واخوي الزبده تهاوش واخوي بدينا نسب في بعض وقتها كان عمري 11 وهو 8 اوه تشتقوا عليه لانك اكبر منه يعني شوي وقبل يومين كنت اشتريت اول هاتف والله تو شاري جوال ومبسوط وفرحان ماسك الجوال ثم رماه تكسر الجوال ما اكذب عليك عصبت كثير وكنت رايح اقتل يا ساتر بس الحمد لله جدتي فكتنا من بعض ثم جاء ابوي وامي وقتلوه ضرب المسكين هو صغير المفروض تقول كنت قلت له ضرب وبعد اسبوع اشترى مني الجوال بسعره وانا اشتريت واحد جديد يا ساتر الله لا يحطني في ذا الموقف. هذا يقول مره كنت امشي ومشيت لا عليك هذا يقول له نايس يا اخي شارك اي شيء يا اخي اكيد عندك مواقف حياتك مستحيل ما عندك. هذا يقول موقف حصل لي كنت مسافر على بغداد وشريت كثير اشياء ملابس وعطور يا ساتر على الكريم. المهم لما حبيت ارجع ما في معي مصاري ما عاد معي دراهم الزلمه خلاص طفى يقول قلت الله يستر ايش راح اعمل يقول ما معي فلوس ارجع لمحافظتي بعيد عندي ساعتين ايش بتسوي طيب انت ونصف ساعتين ونص يا ساتر 160 كيلو الموت قلت اكلت طوط طوط من الطوط حسب اللي معي 8000 انا ما ادري هذا وش عملته 8000 تسوى ما ادري بس لو عندنا هذه تسفرك وترجك وتسفرك ترجك تسفرك ترجك يعني مره الزبده ناقصني 2000 عشان ارجع وهي تقريبا بس 2 دولار ناقصني. رحت لصاحب الباص قلت له بالله رجعني واحسبها اي شيء قال ما يصير قام يقردني يعني تكفى وصلني اي شيء خذ الشيء الفلاني قام يتفاوض مع الرجال قال ما يصير انا تفشل. رحت صليت ودعيت جاء شخص الله يتقبل يا شيخ رحت صليت ودعيت جاء شخص اعطاني الدولارين تخيل انا تفشلت. المهم لما رجعت لمحافظتي في المركز كمان لازم اروح على اهلي فكملت امشي للبيت خلاص عاد ممكن شيء واحد بيجي بيعطيك فلوس وهذا اسوء موقف بالنسبه لي حتى بدون عشاء قلت والله المره الجايه ما اشتري كثير واخذ معي فلوس كثير خلي العطور تنفعك والاشياء والهدايا هذه ثاني مره هي والله كل بس لين وصلنا لهذه الحلقه اتمنى عجبتكم يا عيال حلقه خفيفه بسيطه يا عيال تجربه اول تجربه المقطع زي كذا اتمنى ان السلسله تكون ناجحه ولا تحرمونا من لايك شير سبسكرايب ومشاركه القناه والمقطع في كل مكان الى ان نلقاكم سلام.